السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا المحاضرة الثانية من البايوكيمستري من موديول السيستميك الهيماتولوجي. عندنا اليوم المحاضرة بعنوان الهيموغلوبين ستراكتشر اند فانكشن. طبعا هذه المحاضرة راح نحكي بها عن الديتيلز مال الهيموغلوبين من عدة جوانب، فنبلش ونقول بسم الله. الاوبجكتيفز طبعا الاوبجكتيفز كلش ضروريه انه ننتبه عليها بهذه المحاضره، لانه تقريبا نهايه كل سلايد يعني او ثلاثه راح ننبه انه تنتهي اول اوبجكتيف ثاني اوبجكتيف. نفس الوقت راح نحتاجها بالكيس اللي منطينا اياه نهايه المحاضره. اول شيء دي يقول لي اولستريت هيموغلوبين، نعرف شنو هو الهيموغلوبين. النقطه الثانيه ديسكرايب ذا بيسك ستراكشر اوف هيموغلوبين، نعرف تكوين او تركيب الهيموغلوبين. Determine the function of hemoglobin، نعرف وظائف الهيموغلوبين. Identify the factors affecting hemoglobin oxygen transporting function، وأيضا راح نتعرف على العوامل اللي تأثر على عملية ارتباط الهيموغلوبين بالأكسجين، وأيضا راح بالنهاية نتعرف على مجموعة من الهيموغلوبين باثيز، الأمراض اللي راح تصيب لي الهيموغلوبين. أول شيء دي يقول لي definition of hemoglobin، دي يقول إنه هو is a member of heme protein group، هو جزء من الheme protein group. شنو هذا الheme protein group؟ هو عبارة عن group يتكون من مواد متكونة من بروتين تمام زائدا heme. فمن ضمن هذه المواد هو من هو الهيموغلوبين. ليش؟ لأنه هو متكون من الجلوبين اللي هو عبارة عن بروتين إضافة إلى الهيم. هاي انتهينا من عندها. دي يقول which represent specialized protein that contain heme as a tightly bounded prosthetic group and con. اللي هنا يعني هو دي يشرح مرة ثانية، دي يقول ترى أنه الهيم بروتين جروب هو عبارة عن مواد تتكون من بروتين مرتبطة بالهيم تمام، يكون الارتباط بيناتهم قوي، ومن هذه المواد هو الهيموغلوبين بحيث انه هو منبر of hemoprotein group. انتهينا من هذه النقطة. زين هسه دا ينطيف معلومة انه يقولي الهيموغلوبين دا يشكل ثلث red blood cell volume، يعني من حجم ال RBC هو دا يشكل الثلث الهيموغلوبين. بعد ليقول لي انه 270 الى 300 مليون هيموغلوبين molecules at one RBC، تقريبا كل RBC دا تحمل من 270 الى 300 مليون هيموغلوبين تمام. ايضا هنا ناس راح يبدي يحكي لي، اللي هنا خلصنا الفقرة الاولى اللي هي تخص شنو هو الهيموغلوبين، التعريف مال الهيموغلوبين الديفينيشن مالته تمام. هسه راح ننتقل للأوبجكتيف الثاني اللي هو الستراكتشر اوف هيموغلوبين. بس قبل ما نشوف شنو هو الستراكتشر اوف هيموغلوبين، خلينا نطلع على الستراكتشر اوف RBC بسرعة. ليش؟ لانه هو شوي صار اكو تقديم وتأخير بالمحاضرات مالتنا بالسلايدات، فخلينا نبدي بالفورميشن اوف RBC. زين هنا مثل ما احنا نعرف انه RBC راح تتكون ضمن عملية أصيح لها الأرثروبويزيس. زين شلون راح تصير هذه العملية؟ خلينا نشوف. الأرثروبويزيس ده تصير كالتالي. احنا اول شيء عندنا انه الكدني راح تجي تحس انه عندها نقص بالأكسجين، الجسم راح يوصل للكدني فد رسالة دي يقول لها انه أنا محتاج RBC، صار عندي نقص بالRBC أو صار عندي نقص بالأكسجين. طبعاً ده تصير هذه حالات معينة، فده ينطيها رسالة إنه يقول لها للكدني عيني روحي صنعي لي أرثروبويزيس، يعني ابدي بعملية الأرثروبويزيس وخلي لي تصنع الRBC. زين فالكدني بهاي الحالة شو راح تسوي؟ راح تجي تفرز لي هرمون، اسم هذا الهرمون أرثروبويتين. زين هذا الهرمون من وين ينفرز؟ إذا ينفرز من الكدني، راح ينفرز المن إلى الدورة الدموية، فيحفز على عملية الأرثروبويزيس، عملية تكوين الRBC formation of RBC اللي وين دا تصير؟ دا تصير بالبون مارو تمام؟ زين خلينا هسا ندخل بالديتيلز بالتفاصيل ونشوف شلون دا تتكون الRBC في البون مارو. هنا هو مكملها دا يقول لي انه هذه العملية، هذه الخطوات هي خطوات تكوين الRBC بالبون مارو. زين خلينا نشيل دولة بالبداية ونشوف بوضوح. دي يقول لي اول شيء
إنه مثل ما إحنا نعرف عندي خلايا الستام سيل. هذه الخلايا اللي هي الستام سيل وين موجودة؟ بالبون مارو، هي المسؤولة عن تصنيع جميع أنواع الخلايا اللي موجودة بجسمنا، تمام؟ فهذه الخلايا من أحد أنواعها هو الهيموسايتوبلاست. هاي الخلية اللي هي الهيموسايتوبلاست هي عبارة عن خلية مسؤولة عن إنتاج شغلتين، مسؤولة عن إنتاج خلايا الدم بأنواعها RBC, White BC والبليتلتس، وبنفس الوقت مسؤولة عن إنتاج خلايا اللمفويد. لذلك الهيموسايتوبلاست راح تنطيني شغلتين، راح تنطيني خلايا، هاي هسه الهيموسايتوبلاست راح تنطيني شغلتين، راح تنطيني خلايا أسميها اللمفويد سيل. هاي خلايا اللمفويد بعدين حتتمايز وتنطيني الخلايا الخاصة بالخلايا اللمفية، واللي هي هذه مو موضوعنا وما راح نستفاد من عدا اليوم، تمام؟ وراح تنطيني خلايا اللي احنا اليوم موضوعنا وشغلنا بيها اللي هي الكوميتد سيل. زين، هاي خلايا الكوميتد سيل راح تنطيني أنواع معينة من الخلايا، هما كان راح تتقسم إلى مجموعة ثانية. هاي المجموعة الثانية بالنهاية مالتش تنطيني RBC, White BC وبليتلت. زين، يعني راح ندخل احنا طريق ينطيني RBC، طريق ينطيني White BC، طريق ينطيني بليتلت، بس كل الطرق منين أصلها؟ جايتنا من الكوميتد سيل اللي هي منو أصلها؟ الهيموسايتوبلاست، تمام؟ فهسا احنا اليوم هماتين ما نحتاج الوايت بي سي ولا راح نحتاج البليتلت، احنا اليوم شغلنا كله على الار بي سي، فراح نمشي بطريق الار بي سي. زين، اول شيء اذا كان عندي هيموسايتوبلاست كوميتد سيل، انطتني الكوميتد سيل وراها شلون راح تكون الار بي سي، خلينا نكتشف هذا الطريق سوا. دي يقول لي انه الكوميتد سيل راح تنطيني خليه اسمها برو اريثروبلاست. هذه خليه البرو اريثروبلاست راح تجي تتمايز الى الخطوة الثانية اللي هي شنو اسمها؟ early erythroblast، تمام؟ هاي الـ early erythroblast خلال مرحلة الـ early erythroblast راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي الرايبوزوم synthesis. خلال طور الـ early erythroblast من راح توصل الـ RBC الى مرحلة الـ early erythroblast راح يتكون عندي، يبلش تكوين الرايبوزوم، انتهينا من هذه النقطة. وراها راح شي يصير بيها؟ تتحول الى ليت اريثروبلاست، وبعدين تتحول الى نورمبلاست. خلال مرحلة الليت اريثروبلاست والنورمبلاست راح يبدي تكوين الهيموغلوبين، ده يقول لي هيموغلوبين اكيوموليشن، تمام؟ نهاية بعد ما صارت نورمبلاست راح تتحول المن الى المرحلة الاخيرة اللي هي اسمها ريتيكولوسايت، تمام؟ الريتيكولوسايت ونهاية النورمبلاست ايش راح يصير؟ بنهاية النورموبلاست والريتيكولوسايت راح يصير حدث معين اللي هو الإيجكشن أوف نيوكليوس، يعني راح نقذف النواة، نتخلص من النواة ونتخلص من الأورغانيلز هماتين بشكل نهائي. الريتيكولوسايت لما تكونت، الريتيكولوسايت تعتبر هي آخر خطوة من خطوات تكوين الار بي سي. الريتيكولوسايت بما أنه هي آخر خطوة وصارت بها النواة يعني بعد ما موجودة، بس هي تشكل لي آخر يعني شك آخر نقطة من الإمتشور RBC، لذا راح تنتقل بصيغة ريتيكولوسايت يعني بصيغة اللي هي إمتشور، راح تنتقل وين؟ إلى السيركوليتينج، راح تنتقل إلى الدورة الدموية، وهناك راح تنضج تبقى بالدم مدة تقريبا يوم إلى يومين، تتحول إلى متشور RBC اللي نسميها أريثروسايت، اللي هنا انتهت عملية تكوين RBC. اللي احنا نصيح لهذه العملية اسم أريثروبويزيس. أريثرو الأرث يعني معناه RBC، وبويزيس معناه فورميشن، انتهينا من علاي نقطة، يعني أريثروبويزيس هو فورميشن of RBC. زين، دي يقول لي انه RBC هنا منطين مجموعة من الهنت، مجموعة من الملاحظات، خلينا نقرأهم بسرعة. دي يقول انه RBC production، عملية انتاج RBC تعتبر specific، خاصة. ليش؟ لانه احنا قلنا بدنا نمشي بطريق خاص، هذا الطريق ده يكون لي بس RBC، انطاني برو اريثروبلاست وعملية خاصة وهرمونات تسيطر عليها معينة، فتعتبر اكيد عملية specific. زين، هرمونالي كنترول هي يسيطر على عملية الأريثروبويزيس، عملية تكوين RBC بشكل هرمونالي عن طريق هرمون اسم الأريثروبويتين، واللي عرفنا تفرز الكدني من خلال انه الجسم يدزلها إيعاز يقول لها أنا محتاج إلى إنتاج RBC.
وثري فيس يقولي انه اهم شيء اهم نقاط موجوده عمليه تكوين الار بي سي اللي تصير بالبون مارو. ثلاث نقاط عندي. اول نقطه البرودكشن اوف رايبوزوم، ولازم تعرف ايش وقت خلال الايرلي اريثروبلاست، وايضا السنثيسيس اوف هيموغلوبين اللي يتضمن خلال مرحلتين الليت اريثروبلاست وخلال النورموبلاست، والإجكشن of the nucleus and organelles اللي دي يصير بنهاية النورموبلاست وأيضا خلال مرحلة الريتيكولوسايت. زين، دي يقول لي إنه ال RBC leave bone marrow as reticulocyte، يعني راح تعوف البون مارو بشكل ريتيكولوسايت، يعني تطلع للدم بشكل ريتيكولوسايت بعد الإمتشور. بالدم تبقى يوم أو يومين مثل ما قلنا حتى تنضج. المتشور in blood تنضج بالدم to erythrocyte. لحد هنا انتهينا من عملية تكوين الـ RBC بشكل عام. هسه حنتطرق إلى تكوين الهيموغلوبين مع الـ RBC، بس قبل ما نتطرق لها بنريد أن نوصف المعلومة بسيطة اللي هي إحنا هنا مو قلنا أنه راح نفقد الـ organelles، وقلنا هماتين أيضا راح نفقد الـ nucleus. زين، شنو الغرض، يعني شنو الحبكة اللي أدت إلى أنه أنا أفقد الـ RBC مالتها الـ organelles وأفقد مالتها أيضا الـ nucleus؟ السبب ما بي أنه أول شيء هو طبعا لغرض الفائدة الأساسية، هو من أجل أنه أنا أخلي أكثر قدر ممكن من الأكسجين راح يجي يرتبط بالآر بي سي بالضبط بالهيموغلوبين، يعني بين قوسين حتى أزيد المساحة السطحية مال آر بي سي حتى ترتبط بكمية كبيرة من الأكسجين. سوري. النقطة الثانية ليش؟ لأنه يعني راح تنزاح العضيات وتنزاح النواة وتصير المساحة كلها يعني بس للهيموغلوبين. زين، تفرق بس للهيموغلوبين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية لأنه أكو عضيات مثلا الميتوكوندريا، الميتوكوندريا لو نفترض على سبيل المثال أنه هي موجودة هنا، إيش راح يصير عندي؟ راح تصير شغلتين، يعني راح يصير عندي اثنين منافسين للأكسجين، الهيموغلوبين اللي هو يريد أكسجين والميتوكوندريا اللي تريد أكسجين، فهنا راح يطلع شخص ينافس الهيموغلوبين على الأكسجين، وهذا الشيء أنا ما يفيدني، لذلك نشيل الأورغانلز العضيات من ضمنها الميتوكوندريا. النقطة الثالثة واللي هي كلش مهمة اللي هي إنه لو كانت موجودة الأورغانلز وموجودة النيوكلياس أدى ذلك بالآر بي سي، لربما يؤدي ذلك إلى شنو؟ إلى أنه يخلي من حجم الآر بي سي مالتي كلش كبيرة. يعني تخيلوا هسه هذه اللي هنا بالبداية موجودة كانت العضيات، بالمراحل البدائية كانت موجودة العضيات، ده نشوف الحجم شلون كبير، وهذا الحجم الكبير للآر بي سي فرضا لو كان هيج حجمها ووصلت للبلود ممكن أنه هي السدلي لسمول فيزل، السدلي الأوعية الدموية الصغيرة، وبالتالي راح تسبب لي ممكن تخثرات، وهذا الشيء هماتين ما يفيدني، ممكن يؤدي بالنهاية إلى جلطة وأنجاينا ومن هالسوالف. فنتيجة إلى ذلك إحنا خلينا الأريثروسايت بدون أي أورغانلز وأيضا بدون النيوكلياس. زين، هسا نرجع نكمل من هنا، حنبدي بمن بالنقطة الثانية اللي هي structure of hemoglobin بالأوبجكتيف الثاني. دي يقولي synthesis of hemoglobin began in proerythroblast. تمام، شو وقت راح يتكون الهيموغلوبين؟ بالبرو اريثروبلاست، بالإمماتشور أور بريكورسر آر بي سي. يعني ده يقول لي لا تظن لا تفكر أصلا إنه الهيموغلوبين راح يتكون خلية الدم الحمراء الناضجة، مستحيل هذا الشيء. ليش؟ لأنه أنا عندي الهيموغلوبين هو عبارة، لو إحنا نرجع نكتبه هو مو هيموغلوبين، هو متكون من شغلتين. يعني الهيموغلوبين يعني احتياجه جدا ضروري الى الاورجانز واحتياجه الى النيوكلياس. ليش؟ لانه الهيم هو ده يتكون من ايرون، اوكي، وماده ثانيه بعدين حنذكرها اللي هي البورفيرين اللي همات ذكرناها على ما اتذكر بالمحاضره الاولى البارحه. فالبورفيرين والايرون حتى يتكونون وحتى يندمجون وندخل بتفاصيلهم ذول كلهم يحتاجون إلى ميتوكوندريا، يحتاجون إلى سايتوبلازم، إذن يحتاجون إلى عضيات. ونفس الشيء بالنسبة إلى الجلوبين، الجلوبين اللي هو عبارة عن بروتين، والبروتين يتكون من أمينو أسيد، مثل ما إحنا نعرف الأمينو أسيد أنا محتاج السيكونس مالته، محتاج ترتيبه أعرفه، منين محتاج أعرف ترتيبه؟ لازم محتاجة إذن إلى دي إن أي اللي هو موجود بالنواة، فإذا ماكو نواة أنا من وين حأجيب دي إن أي؟ بنفس الوقت محتاج إلى رايبوسوم يتحرك على الـ mRNA، وأنا همتين محتاجة إلى عضية ثانية.
لذلك هيموغلوبين مستحيل أنه يتكون بخلية ما بها أي عضية، ما بها نواة. لذا فإنه الهيموغلوبين يقول يتكون خلال المراحل البدائية لعملية تكوين الـ RBC. بعد إيش قايل؟ يقول أنه البرودكشن، خلينا نكمل هذه الأسطر، of HB continuous in the RBC throughout its early development، يعني خلال المراحل المبكرة من التطور from the pro-erythroblast، تقريبا من مرحلة pro-erythroblast وصولا إلى reticulocyte. has no nucleus، لأنه تمتاز أنه reticulocyte أنه ما عدها nucleus نواة in the bone marrow، وهذه حكيناها. هذا السايت هسه حكيناه. نجي إلى HB is composed of two parts. خلينا نحكي عن تكوين الهيموغلوبين بالبداية هنا، وبعدين راح نتطرق إلى هذا السلايد حتى نفهم تكوين الهيموغلوبين. الهيموغلوبين مثل ما احنا نعرف هو متكون من بارتين، هيم وغلوبين، وهذا حكيناها. زين نبدي هسه راح ينطيني ديتيلز مال كل مكون، الغلوبين شلون راح يتكون والهيم شلون راح يتكون. فخلينا نشوف هذا المخطط وبعدين نروح للسلايد مالتنا. الجلوبين مثل ما احنا نعرف هو بروتين اسمه الثاني هيستون. زين اسمه الثاني شنو؟ هيستون. زين ليش يسمون الجلوبين هيستون؟ لان مثل ما احنا نعرف انه الجلوبين يمتاز بانه عنده اكثر امينو اسيد شائع به وموجود عنده بنسبه عاليه، اللي هو من هو الهيستيدين. بروتين الامينو اسيد اكثر واحد عنده اللي هو الهيستيدين. الهيستيدين راح يوجد بالجلوبين بنسبة عالية، لذلك سميت الجلوبين هيستون. زين لو نجي احنا الى تكوين الجلوبين، يعني الجلوبين هو بروتين. زين كل بروتين منين متكون؟ من مجموعة من الامينو اسيد، تمام. هاي الامينو اسيد راح تكون مختلفة، ممكن 4 انواع من الامينو اسيد، ممكن 5 انواع من الامينو اسيد راح تشترك سوية حتى تكون الجلوبين. بس اهم شي نعرف ترى انه اكثر امينو اسيد موجود بالجلوبين هو منو؟ هو الهيستيدين. ليش؟ لانه راح يفيدنا هسه. زين هاي انتهينا من عند هاي النقطه. نيجي يقول لي هذا الهيستيدين، هذا الجلوبين شلون راح يجي يتكون وين راح يجي يتكون؟ طبعا بما انه انا دا اشتغل على الهيموغلوبين، الهيموغلوبين راح يتكون بداخل الار بي سي. زين فاذا هنا الجلوبين دا يتكون داخل خليه الار بي سي، بس بالضبط وين؟ بما انه الجلوبين هو عبارة عن بروتين، مثل ما احنا عرفنا البروتين كنا قبل شوية يتكون من مجموعة من الامينو اسيد. الامينو اسيد هذه ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج الى واحد يقول لها الترتيب مالتها شلون تترتب، منو اول واحد منو ثاني امينو اسيد يقعد. زين فراح تحتاج المن الى انه الدي ان اي مال نواة راح ينطيها سيكونس، راح ينطيها ترتيب. وبما انه الدي ان اي ما يقدر انه يطلع من النواة، زين فراح ينطي يدز هذا الترتيب بيد منو؟ برساله بيد الماسنجر ار ان اي. يقعد الماسنجر ار ان اي هنا يوصل الى الرايبوزوم، هذه الرايبوزومات، الرايبوزومات راح تبدي تتحرك على الماسنجر ار ان اي وتجي تسوي عمليه ترجمه وتقدر بالنهايه تصنع لي الجلوبين اللي هنا انتهينا من عنده. نجي هسه عندنا الى الجزء الثاني من الهيموغلوبين اللي هو الهيم، واللي هو اليوم شغلنا عليه، لأنه احنا نعرف تكوين البروتين مارين عليه سابقا. نجي إلى الهيم. الهيم بشكل أساسي منين راح يتكون؟ يتكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو آيرون، اللي هو حديد. طبعا الحديد اللي يتكون من عنده الهيم لابد أنه يكون صيغة الفراس، لازم يكون FE موجب 2، FE موجب 3 ما يصير أبد، ما يصير، لازم يكون فراس، تمام. زائدا حلقة البورفرين. زين عملية تكوين الحديد والبورفر، الحديد اللي هو والبورفرين ديناتهم عملية تكوينهم وين راح تصير؟ راح تصير بالميتوكوندريا والسيتوبلازم، تمام. ذولا وين يصيرون؟ الجلوبين دي يصير بالنواة بمشاركة بين النواة وبين الرايبوزوم، بينما الهيم دي يصير بالميتوكوندريا وبالسيتوبلازم. خلنا نقرأ نرجع السلايد مالتنا ونكمل التفاصيل هذه. يقول هسه انه الاتش بي الهيموغلوبين is composed of two parts، يتكون من بارتين، البارت الاول اللي هو الهيم والبارت الثاني اللي هو الجلوبين بروتين that are held together، اللي هي هم مرتبطين سوية by binding of ferrous iron of heme and the histidine amino acid of globin protein. هذا الكلام شو معنى؟ ايش يقول لي؟ يقول لي احنا مو قلنا انه هنا
الهيم بتكون من حديد وبورفرين والجلوبين، مو قلنا انه اكثر امينو اسيد موجود به هو الهيستيدين؟ زين، انا عندي هيم وعندي جلوبين، زين الهيم شلون راح يرتبط ويا الجلوبين؟ المفروض مشاركه من الهيم، اوكي، راح تيجي ترتبط ويا مشاركه من الجلوبين حتى يرتبطون سويه ويكونوا لي هيموغلوبين. فالهيم راح يدز الايرون الحديد الاف اي موجب 2، والجلوبين راح يدز منه راح يدز الهيستيدين، تمام، الامينو اسيد اللي هو الهيستيدين. الهيستيدين يجي يرتبط بالايرون، ومن خلال ارتباط الهيستيدين بالايرون يرتبط الهيم مع الجلوبين ويكونون الهيموغلوبين. لذا فهو جدا يقول انه الجلوبين بروتين راح يرتبط مع الهيم توجذر باي بايندينج عن طريق ارتباط الفرص الاف اي موجب 2 ايرون اوف هيم، راح يجي يرتبط بالهيستيدين امينو اسيد مال الجلوبين، وبالتالي يرتبط الهيم بالجلوبين ويكونون هيموغلوبين. هسه اللي هنا كل شيء ان شاء الله يكون مفهوم. بعدين ايش راح يقول لي السينثيسيس اوف هيموغلوبين اتش بي؟ بيقول انه الهيم اند جلوبين ار برودوسد ات تو ديفرنت سايت، هذا همتين حكيناها. بيقول لي انه الهيم ينتج وين؟ يعني بعضيات مختلفه، والجلوبين همتين ينتج باورجانلز مختلفه. الهيم دي يقول لي وين راح يصير انتاجه؟ بالميتوكوندريا، ويصير انتاجه ايضا بالسيتوبلازم، وهذه حكيناها. بينما الجلوبين اللي هو اون بولي رايبوزوم راح ينتج بالبولي رايبوزوم اللي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه الداخليه الخشنه يمكن شو يسموها، اللي موجود عليها الرايبوزوم ان ذا سيتوبلازم، ويكونون ويل سينكرونايزد، يعني يكون يعني ينتج الهيم هنا ويل سينكرونايزد، يعني انتاجهم يكون بشكل متزامن، يعني بما معنى انه الهيم والجلوبين دي ينتجون بنفس الوقت، يعني ما يعقل انه اني انتج جلوبين واني بعدني ما ناتج هيم. صحيح هم بوضعيات مختلفة، بس لازم يكون انتاجهم بنفس الوقت حتى ينتج الهيم بسرعة والجلوبين بنفس السرعة، واول ما ينتجون اثنيناتهم يرتبطون سوية ويكونون الهيموغلوبين. زين، هسا نجي المن الى الهيم سينثيسيس occurred by a series of biochemical reaction starting from simple building unit. زين، هو هنا نجد يقول انه تركيب الهيموغلوبين الهيم العفو بشكل خاص يتكون من سلسلة من البيوكيميكال رياكشن starting تبتدئ from a simple building unit من وحدات بنائية بسيطة combination of glycine and succinyl CoA. هذا شنو الحكي؟ هذا الحكي لازم نروح له بالتفصيل. خلينا نروح هنا ايش ده يقول، وين الرسم؟ هذا الرسم. احنا خلصنا من تكوين الجلوبين، تمام، احنا كان عندنا بالبدايه هيم، كان عندنا بالبدايه جلوبين. الجلوبين احنا نعرف تكوينه بروتين وحاكين عليه بالبايوكيمستري بشكل خاص، تكوينه يعني كلش معروف، هذا بروتين حال اي بروتين شلون يبدا يتكون. فقط عندي مشكله بالهيم، الهيم احنا مو قلنا هو دا يتكون من ايرون، ودا يتكون عندي من بورفرين. زين، الايرون راح نجي نعرف شلون يتكون، والبورفرين شلون يجي يتكون، هذا السلايد من خلال هذا الرسم. الايرون اللي هو قلنا احنا محتاجين بصيغه اف اي موجب 2، الايرون احنا نعرف من المحاضره السابقه شلون يتكون. ليش؟ لانه هو الامعاء دخلت ليه تحول الى فريك، والترانسفيرين شال لي الحديد اللي هو بصيغة فرق، وأول مكان أخذ إلى اللي هو من هو راح ودا إلى الار بي سي، لأنه بوقتها كان أكو احتياج كلش قوي من الار بي سي إلى الآيرون حتى تنصنع. ليش؟ لأنه هي تنفقد يوميا بأعداد كلش كبيرة، فقعد الترانسفيرين على الترانسفيرين ريسبتر، تمام، ودخل انطى الايرون الحديد اللي هو كان بصيغه فرك اف اي موجب 3، لان مثل ما عرفنا الترانسفيرين كان ما يقبل انه يشيل الحديد الا انه يكون بصيغه اف اي موجب 3. المهم شال الحديد بصيغه اف اي موجب 3 وراح وصل للار بي سي، دخل للار بي سي وهو بصيغه اف اي موجب 3، تمام، دخل للار بي سي وهو بصيغه اف اي موجب 3. زين، هل يا ترى انه اني محتاجه اف اي موجب 3؟ طبعا لا. ليش؟ لانه اني المن محتاج الحديد، محتاج الحديد حتى اصنع الهيم، و
بس يا حدي تاني محتاجته، محتاجة الفراس، محتاجة FE موجب 2، ما محتاجة FE موجب 3. زين شلون بهذه الحالة؟ كلش سهلة، مثل ما احنا تعودنا انه مما انه انا عندي FE موجب 3 ودا اريد احوله الى FE موجب 2، بكل بساطة راح اجيش استخدم انزيم يسوي لي عملية اختزال. فراح نستخدم احد الانزيمات الريدكتيز، الانزيمات اللي تسوي عملية اختزال، راح اضيف لي الكترون واحد الى FE موجب 3 وبالتالي تحوله الى FE موجب 2. اذا عملية انتاج الايرون تمت وشكل كلش سهل، مجرد انه انا حولت من صيغة الفرق الى صيغة الفرس عن طريق احد الانزيمات اللي تسوي عملية الاختزال، اللي هنا انتهت عملية تكوين الايرون. زين بقت لنا شنو؟ بقت لنا انتاج عملية البورفرين. شلون راح ينتج عندي البورفرين؟ هنا راح يكون شوية عندنا شغل. البورفرين راح ينتج اول شيء بالميتوكوندريا، هاي نقطة راس سطر. البورفرين وين راح ينتج؟ راح ينتج ضمن الميتوكوندريا، يعني بين قوسين الايرون ترى يجيني جاهز، الايرون جايني من برا، ما تعبت بيه، بس مجرد تحويل من كذا صيغة الى هذه الصيغة. بس البورفرين لا، راح يكون كله انتاج علي. البورفرين راح ينتج ضمن ميتوكوندريا الار بي سي. زين شلون راح ينتج؟ خلينا نروح هنا. دي يقول لي انه عندي مادتين، راح القى اكو مادتين موجوده بالار بي بالميتوكوندريا مال ار بي سي. هسه احنا وين؟ احنا هسه موجودين هنا حاليا بالميتوكوندريا مال ار بي سي. زين بالميتوكوندريا مال ار بي سي لقيت اول شيء جلايسين، حتى اصنع، قالت الميتوكوندريا حتى اصنع بورفرين لكم انا محتاجه جلايسين. زين شنو هذا الجلايسين؟ الجلايسين هو عباره عن نون essential protein، هو عبارة عن بروتين non essential، يعني يصنع من قبل الجسم ما يحتاج انه اني اكله. زين هل يا ترى انه هو صنع بالميتوكوندريا؟ لا، البروتين حالة حال اي بروتين اخر راح يصنع الرايبوزوم ويدزل الميتوكوندريا. ليش؟ لان الميتوكوندريا قالت لا انا دا احتاجه اريد اصنع مادة، فبلا زحمة عليك روح يا رايبوزوم صنع لي بروتين اسمه الجلايسين. فإجا الرايبوسوم اشتغل وصنع البروتين اسمه الجلايسين، تمام، وين دز؟ دز إلى الميتوكوندريا، فالميتوكوندريا حصلت على الجلايسين. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، أكو مادة ثانية تتيجي تتحد هماتين بالميتوكوندريا، تتيجي تتحد ويا من ويا الجلايسين، اللي شنو اسمها؟ سكسينال كو أي. هاي المادة شنو؟ منين إجتي؟ خلينا نعرفها. سكسينال كو اي هذه ما اجت من خارج الميتوكوندريا، هذه ماده اصلا تصنعها الميتوكوندريا، تمام، راح تصنعها الميتوكوندريا ضمن عمليه الايروبيك ريسبيريشن، ضمن عمليه التنفس الهوائي، بالضبط ضمن الكريبس سايكل، ضمن دوره كريبس او نصيحها احنا السيتريك اسيد سايكل. هذه الدوره راح ينتج من عندها ماده اصيح لها سكسينال كو اي، فتيجي هذه الماده اللي هي سكسينال كو اي، تمام، تجي تتحد ويا من؟ ويا الجلايسين. سكسينال كو اي جت تتحد ويا الجلايسين. عمليه الاتحاد هذه راح تحتاج مجموعه من العوامل المساعده، احد العوامل المساعده اللي راح تحتاجها هو انزيم. شنو اسم هذا الانزيم؟ دلتا امينو لوبيولينك سينثيسيس، وراح تحتاج هماتين الى عامل اللي هو البي 6. خلينا نشوفهم بالصوره دقيقة. نشوف انه هنا الجلايسين اجى اتحد ويا من؟ ويا السكسينال كو اي بوجود هذا العامل اللي هو الدلتا امينو لوبيولينك سينثيسيس، وبوجود البي 6 راح المفروض يتم هذا التفاعل. زين طبعا البي 6 من وين جبناه؟ هذا انزيم هو موجود بالميتوكوندريا، بس البي 6 من وين جبناه؟ البي 6 راح يجي يحفز هرمون معين. من هو هذا الهرمون اللي يحفز وصول وتكوين البي 6 ووصوله الى ميتوكوندريا الار بي سي حتى يتم هذا التفاعل حتى بالنهايه نصنع بورفرين؟ هو هرمون اسمه اريتروبويتين. من هو هذا هرمون الاريتروبويتين؟ اشو صارت علينا هوايه هرمونات من هالسوالف وانزيمات. الأريتروبويتين هو الهرمون اللي قلناه قبل شوية، الهرمون اللي فرزته الكدني حتى شنو؟ يحفز عملية الأريتروبويزد، حتى يحفز عملية تكوين الـ RBC.
تمام؟ زين هسه ايش راح نقول؟ حتقولوا لي زين بس اني هنا انا ما دا اكون ار بي سي، اني هنا دا اكون بورفرين، يعني اني هنا دا اكون حتى يعني اخليه يتحد ويا الايرون وبالتالي اكون هيم. اقول لكم صح، اني وياكم اني ما دا اكون ار بي سي صورة مباشرة، اني دا اكون هيم، بس الهيم اني ليش رايد يتكون؟ مو الخاطرة، وانما من اجل انه اكون هيموغلوبين، وهم ما كان مو من اجل الهيموغلوبين ما يفيدني. الهيموغلوبين هو جزء من تكوين الار بي سي، لانه بالنهايه اني محتاجه ار بي سي، فلانه محتاجه ار بي سي اني دا اشتغل حتى اكون هيم واكون بالنهايه هيموغلوبين. لذا فمن حق الارثروبويتين يجي يحفز لي البي 6 تمام حتى يصير هذا التفاعل. اكو معلومه ثانيه، اي اكو معلومه ثانيه اللي هي دا يقول لي انه في حال صار عندي نقصان فيتامين بي 6 ممكن يؤدي الى انيميا اللي هي ابلاستيك انيميا. ليش؟ لانه اذا صار عندي نقصان بالبي 6 خلينا نشوف ايش راح يصير. اول شيء ينقص البي 6 يعني راح يتوقف هذا التفاعل، يعني واذا توقف هذا التفاعل يعني بعد ما راح اقدر انتج بورفرين، واذا بعد ما راح اقدر انتج بورفرين بعد ما راح اقدر انتج هيم، واذا بعد ما راح اقدر انتج هيم بعد ما راح اقدر انتج هيموغلوبين، اذا توقف انتاج الار بي سي. الار بي سي بعد ماكو، بالتالي ايش راح يصير عندي؟ نقصان حاد بالدم، راح يصير عندي فقر دم حاد، بالتالي ممكن انه يسبب لي احد انواع الانيميا اللي هي الابلاستيك انيميا. تمام تمام زين. هسه بالحاله الطبيعيه النورمال موجود بي 6 موجود هذا الانزيم، فراح تتحد الجلايسين ويا السكسينال كو اي ويكونون اسيد اسمه الالفيولينك، دقيقه اسمه امينو الفيولينك اسيد هيتش. يعني هسه راح نمر على اسمائهم، احنا المهم من عندنا انه بس نحفظ المختصرات، يعني الاسم مو كلش ضروري. المهم هذا الاسيد اللي يتكون راح يجي يطلع من الميتوكوندريا، هاي لأن العملية اللي حد الآن كليتها صارت بداخل الميتوكوندريا. هسه شنو من يتكون هذا الأسيد اللي هو اسمه أمينو الفيولينك أسيد؟ راح يطلع من الميتوكوندريا، يقول لها خلص يعني شكرا يا ميتوكوندريا، أنا بعد شغلي مو يمك. راح يطلع وين؟ راح يطلع إلى السيتوسول، يعني إلما للسيتوبلازم. طلع للسيتوبلازم راح يدخل ضمن سلسلة كلش كبيرة من التفاعلات، هاي السلسلة مال التفاعلات كلها مطلوبة من عندنا تمام. بس شو مطلوب؟ مطلوب آخر شيء راح توصل لهذه التفاعلات. شنو آخر شيء راح توصل لهذه التفاعلات؟ كوبروبور فيرونوجين الثالث، كوبروبور فيرونوجين الثالث، مادة راح يكون لي اسمها كوبروبور فيرونوجين الثالث. أوكي، هذه الكوبروبور فيرونوجين الثالث المركب هذا من يتكون؟ وين يتكون؟ يتكون بالسيتوبلازم. تكون بالسيتوبلازم خلاص، من يعني اخر مكون بالسيتوبلازم راح يرجع يدخل مره ثانيه للميتوكوندريا. لما دخل للميتوكوندريا راح يتحول الميتوكوندريا الى مركب اسمه بريتوبورفيرين التاسع. بريتوبورفيرين التاسع هو هذا نفس البورفيرين مالتنا. اوكي، هسه صار عندي بورفيرين جاهز. بورفيرين كونته شلون؟ كونته من خلال اتحاد الجلايسين اللي عرفت من وين اجى، اجى من الرايبوزوم تحول للميتوكوندريا، اجى اتحد ويا السكسينال كو اي زين، واجى انزيم بمساعده الفيتامين بي 6 وبمساعده دلتا امينو لفيولينك سينثيسيس انزيم، هذا اجى اتحد ويا يعني اجى ساعد كعامل مساعد كوفاكتورز والبي 6 هماتين اشتغل كعامل مساعد، كونوا لي فد اسيد اسمه امينو لفيولينك اسيد. هذا الامينو لفيولينك اسيد طلع من الميتوكوندريا، غادر الميتوكوندريا، مر بسلسلة كلش كبيرة من التفاعلات داخل السيتوبلازم، بالنهاية كون لي فد مادة بالسيتوبلازم اسمها كوبرو بورفيرونوجين الثالثة. هذه المركب كوبرو بورفيرونوجين الثالث اللي يكون ضمن السيتوسول راح يعوف السيتوسول ويرجع يدخل للميتوكوندريا. أول ما دخل الميتوكوندريا راح تحول الميتوكوندريا إلى البريتوبورفيرين التاسع زين، اللي هو البورفرين مالتنا. هسه صار عندي البورفرين جاهز والايرون اني اصلا مكونته، البقى شنو؟ مجرد اتحاد الايرون بالبورفرين. زين شلون راح يتحد الايرون بالبورفرين؟ نحتاج الى انزيم اللي هو شنو اسمه؟ ايرون الاف اي موجب 2 يجي يتحد بالبورفرين عن طريق انزيم اسمه فيروكتيليز انزيم. فيروكتيليز انزيم يساعد، هذا الانزيم مهم
اسمه انه يساعد بانه يتحد الايرون بالبورفرين، وبالنهايه راح يتكون عندي هيم. صار الهيم جاهز والجلوبين اصلا هو جاهز، منين؟ نتيجه الى انه هو عباره عن بروتين، والبروتين هو امينو اسيد، والامينو اسيد منو المسؤول عن تكوينه؟ مسؤول عن تكوينه دي ان اي، وايضا اللي موجود بالنواه، وايضا الرايبوسوم. الرايبوسوم صنعه كاي جلوبين، يعني كاي بروتين عادي. والهيم اللي هسه احنا حكيناه الاول مره تصنيعه عرفنا، يجون يتحدون سويا، الهيم راح يقول للحديد، يقول له ارتبط بمن؟ بالهستيدين اللي موجود بالجلوبين، وكونوا الهيموغلوبين بكل اختصار. طبعا هسه راح نشوفه بالصوره هذه حتى نفسر كل الحكي اللي كان موجود هنا. عندي اول شيء الترانسفير، هنا دخلي اول شيء الحديد اللي حكينا عليه قبل شويه، دخل بصيغه اف اي موجب 3 تحول الى اف اي موجب 2 عن طريق انزيم مختزل. زين، بعدين هنا صارت عمليات، مجموعه من العمليات في الميتوكوندريا. انا هذا اللي يهمني بصراحه لانه في شيء جديد علينا، اللي هي هنا هاي العمليات بالميتوكوندريا تؤدي الى تكوين شنو؟ تؤدي الى تكوين البورفرين. تمام، تؤدي الى تكوين البورفرين. راح يجي يتحد عندي، شلون يتكون البورفرين؟ عن طريق الجلايسين، يجي يتحد ويا السكسينو كو اي. عرفنا الجلايسين جايني من الرايبوزوم كاي بروتين عادي، يصنع رايبوزوم. السكسينو كو اي تصنع الميتوكوندريا ضمن الستريك اسيد سايكل، ضمن دورة كريبس. تمام، اجت اتحد الجلايسين ويا السكسينو كو اي بوجود انزيم مساعد اللي هو اسمه دلتا امينو لوبيوليك سينثيسيس، وايضا بوجود البي 6. تمام، لازم دول اثنيناتهم موجودين. البي 6 حفز تكوينه من هو الارثروبويتين، اتحدوا سويه الجلايسين والسكسينال كو اي وكونوا لي حامض اسمه امينو لوبيولينك اسيد. هذا الامينو لوبيولينك اسيد اول ما تكون طلع منين؟ طلع من الميتوكوندريا، راح للسيتوسول، اوكي، مر بمجموعه من التفاعلات، نهايه كون لي بد مركب اسمه كوبرو بورفيرينوجين. والكوبرو بورفيرينوجين بدوره دخل الى داخل الميتوكوندريا مره ثانيه حتى يتكون البورفرين بشكل نهائي، كون لي بروتو بورفرين. تمام، البروتو بورفرين راح يجي يتحد ويا الاف اي. تمام، الاف اي اللي هماتين راح يدخل الى الميتوكوندريا حتى يجي يتحد ويا البورفرين ويكونون الهيم. انتهى اللي هنا تكوين الهيم. الهيم اجى اتحد ويا الجلوبين مثل ما نشوف، ويتكون عندي هيموغلوبين. اوكي، زين، هاي بكل بساطة. إذا عندنا بالميتوكوندريا تصير عمليتين، عملية التكوين البورفرين دا تصير بالميتوكوندريا، وعملية اتحاد الحديد بالبورفرين هم دا تصير بالميتوكوندريا. هسه بعد ما كملنا وافتهمنا للموضوع بشكل سهل، خلينا نروح للسلايدات مالتنا ونقراها. إيش دا يقول؟ إنه الهيم سينثيسيس أكرد باي أسيراس أوف بايوكيميكال رياكشن، مجموعة من التفاعلات الكيميائية starting from simple building unit من وحدات بنائية بسيطة combination of glycine من خلال اتحاد الجلايسين اللي قلنا منين اجى من الرايبوسوم ودخل وقعد بالميتوكوندريا، إضافة إلى السكسينال كو اي اللي هي عبارة عن مادة كونتها الميتوكوندريا in the mitochondria، تحدى واثنيناتهم قعدوا بالميتوكوندريا in presence of the regulatory enzyme بوجود انزيم منظم اللي هو من هو دلتا امينو لوبيولينك سينثيسيس اللي هو هذا الرمز مالته ALA سينثيس، اهم شيء الرمز مالته. اضافه اول شيء هذا اول عامل دخل كعامل مساعد هو هذا الانزيم، اضافه الى وجود البي 6 is a cofactor. البي 6 هنا يشتغل عامل مساعد بشكل اساسي اللي منه ساعد على تكوين البي 6 which is stimulated by erythropoietin، ساعد على تكوينه هو الارثروبويتين هرمون اللي هو الهرمون المسؤول عن تحفيز عملية الارثروبويسيس اللي تفرز الكدني. The product is amino lobulinic acid، النهاية مال هاي العملية هو إنتاج amino lobulinic acid، هذا الحامض. زين، which transport اللي هو راح ينتقل into the cytosol، أول ما تكون الأمينو لوبيولينك أسيد نقول لها شكرا للميتوكوندريا وخلص انتهى شغلش اللي هنا. يروح الأمينو لوبيولينك أسيد الـ ALA يدخل إلى السيتوسول ويتحول by a series of reaction عن طريق سلسلة من التفاعلات into a cobro porphyrinogen الثالث، راح يتحول إلى هذا المركب cobro porphyrinogen الثالث. هذا cobro porphyrinogen الثالث
آخر موليكيول دي يقولي ديليتر موليكيول اللي هو هذا كوبرا بورفيرينوجين الثالث ريتيرن باك راح يرجع مرة ثانية بعد ما مر يعني الأمينو الفيولينك أسيد بسلسلة من التفاعلات بالسيتوسول انتهت بتكوين الكوبرا بورفيرينوجين الثالث كوبرا بورفيرينوجين الثالث اللي يتكون بالسيتوسول بعد راح يرجع مرة ثانية للميتوكوندريا. ليش يرجع مرة ثانية للميتوكوندريا؟ حتى يكون البروتوبورفيرين التاسع. بروتوبورفيرين التاسع اللي هو نفس البورفيرين مالتنا. زين فصار عندي بورفيرين اجى اتحد ويا من ويا الاف اي موجب 2 اتحدوا سويا عن طريق از انسيرتد باي ذا انزيم اسمه فيروكتيليز ان. زين هذا الفيروكتيليز اجى خلى يتحد البورفيرين ويا الحديد وخلاص كون لي هيم. زين بس يقولي فد معلومه هنت كلش مهم يقولي انهبيتد باي ليد يعني هذا الانزيم اللي يساعد على ارتباط الحديد الايرون الفراس بالبورفيرين راح اللي هو الفيروكتيليز راح يثبت عن طريق الرصاص. تمام زين هاي المعلومه بما راح تفيدنا كالتالي انه في بعض الاحيان راح يصير عندي توكسيك تسمم بالرصاص. احنا مثل ما نعرف بديش المحاضره ان توكسيك بالحديد تسمم بالحديد يعني نتيجه الى زياده الحديد منسوب الحديد ازداد بالجسم فادى الى توكسيسيتي بالحديد. زين نفس الشيء بالرصاص توكسيك بالرصاص يعني معناه انه صارت عندي زياده كلش كبيره بالرصاص بانسجه الجسم عن يعني عن نسبه النورمال عن النورمال رينج. زين اذا زادت هاي النسبه يعني معناه زادت هو مو هذا الرصاص يثبط من عمل الفيروكتيليز. زين اذا ازداد الرصاص بشكل كلش هوايه هو بالحالة الطبيعية ثبط لي الفيروكتيليز. زين إذا ازداد عن الحالة الطبيعية أكيد راح يوقف الفيروكتيليز بعد ما راح يخلي الفيروكتيليز يشتغل. وإذا ما اشتغل الفيروكتيليز بعد ما راح يصير عندي ارتباط الـ FE بالبورفيرين بعد ما راح يرهم هذا الارتباط. ليش؟ لأن هم أصلا كانوا يرتبطون عن طريق هذا الإنزيم. زين وهذا الإنزيم بعد ما يشتغل ماكو هذا الإنزيم إذن الحديد بعد ما راح يرتبط بالبورفيرين بالتالي بعد الهيم ما راح أقدر أكونه لأنه العملية وقفت. وإذا الهيم ما راح أقدر أكونه هماتين بالتالي ما راح أقدر أكون هيموغلوبين وهماتين ما راح أقدر أكون RBC. طبعا هماتين يسبب لي أنيميا أي نعم يسبب لي أنيميا لكن الأنيميا اللي راح يسببها تكون كلش خطيرة. ليش؟ لأنه تؤدي إلى نزيف ونحتاج أحيانا إلى نقل دم وهماتين يعني تطور أعراضها بشكل كلش سريع إذا يعني ما لحقنا على البيشنت ممكن تؤدي إلى الدث. أوكي هاي بالنسبة إلى سبب إذا ازداد عندنا لا سمح الله أو صار عندنا تسمم بالرصاص وعرفنا تأثيره على الفيروكتيليز. زين إذا هذا الإنزيم يثبط عن طريق منه عن طريق عن طريق الرصاص. زين بعد إيش دا يقول لي هنا أنا هذه معلومتين حكينا هذا يقول إنه الجلايسين هو نون اسينشال امينو اسيد هو امينو اسيد يصنع من قبل الجسم وما نحتاجه انه احنا ناكل لانه هو موجود اصلا من الجسم يعني قابل على تصنيعه يقدر انه يصنعه. والسيكسينال كو اي انترميديت اوف سيتريك اسيد سايكل هاي سيتريك اسيد سايكل اللي هي دوره حامض السيتريك اللي هي الكريبس سايكل. تمام دوره كريبس اللي هي وين دا تصير ضمن الايروبيك ريسبيريشن ضمن التنفس الهوائي دا تصير هذه العمليه بالميتوكوندريا فتنتج لي ماده اسمها سيكسينال كو اي هاي فهنتات بسيطه تقولها. هذه انا اصلا كبرت الرسم وشوفتكم اياه هو دا يحكي لنا عن عمليه تكوين الهيم بشكل مفصل واحنا فهمناها. زين هسه تكون عندي الهيم والحمد لله والشكر اللي بقى شنو اللي بقى دا يقول لي انه الحديد المفروض هسه دا يربط ويا البورفيرين ربطناه من خلال انزيم هذا الانزيم ساعدني اللي هو الفيروكتيليز. زين هسه دا يحكي لي عن الديتيلز بشكل مفصل عن ارتباط الحديد بالبورفيرين بشكل مفصل. دا يقول لي انه الهيم سوري الايرون الفرس ايرون الاف اي موجب 2 من دا يجي يقعد بالبورفيرين اللي هو عباره عن حلقه البورفيرين عباره عن حلقه يقعد بالسنتر بالضبط بالسنتر. تمام مثل الملك وهنا راح يحط عنده شروط يعني أنا من راح أرتبط ويا البورفيرين أنا جاي أرتبط بشروط. أوكي زين الحديد راح يكون 6 ارتباطات من قعد بالبورفيرين راح ينطي 6 ارتباطات راح هسه هذا نفترض حديد FE بداخل البورفيرين راح ينطيني 6 ارتباطات. أوكي
أربعة من الارتباطات راح يعطيها للبورفرين باعتبار إنه البورفرين صديقة، تمام؟ باعتبار إنه هم سوية ليكونون مركب، فلذلك أكيد راح يكون هم الأقربون أولى بالمعروف، راح ينطي أكيد للبورفرين. أربع ارتباطات النسبة العليا راح تروح للبورفرين. زين يرتبط بحي الله أي جزء من البورفرين؟ أكيد لا، راح يجي يرتبط بمن؟ راح يرتبط بالN nitrogenous of the porphyrin ring، راح يرتبط بالجزء النيتروجيني من البورفرين، بالجزء النيتروجيني من البورفرين. هاي الأربعة ارتباطات ده ترتبط بالجزء النيتروجيني من البورفرين. طبعا هو بالحقيقة الأمر عبارة عن تفاعلات كيميائية ده تبين لي انه مثلا هذا يكون موجب وهذا السالب ومن هالسوالف وهذا شكد يحتاج، بس احنا لانه ما دايرين ندخل بالديتيلز اكثر فدا نقول انه هو ده يرتبط بالنيتروجينس وخلاص، يعني نيتروجينس اوف ذا اوف ذا بورفرين، وده ينطي أربعة، يعني بالبورفرين ينطي أربعة ارتباطات الحديد له، وده يرتبط فقط بالجزء النيتروجيني مالته. زين بقالي كم ارتباط؟ بقالي ارتباطين للحديد. زين هاي الارتباطين وين راح تروح؟ ارتباط راح يرتبط ويا من؟ ويا الجلوبين. زين ليش ده يرتبط ويا الجلوبين؟ لانه اني انطيت كلمه للجلوبين بالبدايه، قلت له ترى اني راح ارتبط بيك عن طريق الحديد، وبالدليل انه احنا نتذكر لما قلنا انه هيموغلوبين الهيم كان دي ينطي ايرون، والجلوبين كان دي ينطي هيستيدين، ينطي اكثر جزء موجود بي، والحديد دي يرتبط بالهيستيدين، صح لو لا؟ وعن طريق هذا الارتباط بين الحديد والهيستيدين دي يرتبط الهيم بالجلوبين. زين فاني مما معناه اني قلت للجلوبين اني راح ارتبط بيك عن طريق الحديد. زين فبالتالي راح ينطي احد الارتباطات للجلوبين، وقال ارتباط واحد فارغ. زين هذا الارتباط الفارغ راح يرتبط من خلاله بجزيئه الاكسجين، اوتو مولكيول مو ذره، اوكي؟ يعني جزيئه، وهاي الجزيئه ترى متكونه من ذرتين، يعني انتبه على هاي المعلومه كلش مهمه. زين هسه هذا دليل من ارتباط بالاكسجين، هذا دليل على انه اي جزء، اذا واحد سالنا سؤال قال منو يعني الجزء اللي راح يرتبط الهيموغلوبين بي بالاكسجين، يعني هسه الهيموغلوبين طلع متكون من هيم ومتكون من جلوبين، والهيم ترى متكون من ايرون ومتكون من بورفرين، فهو حيجي يرتبط بالبورفرين، يجي يرتبط بالايرون، لو يجي يرتبط بالجلوبين بروتين، الاكسجين راح يرتبط بالايرون، راح يرتبط بالايرون. والدليل انه هذا الارتباط الاخير بقى الحديد فارغ حتى يرتبط بالاكسجين، اللي هنا انتهينا من هذه النقطة. تمام هسه خلينا نجي نحشي اللي مكتوب عندنا ونشوف ايش قايل. هيموجلوب از بورفرين رينج with an iron in the form of ferrous iron، اللي هو Fe موجب 2 موجود بالسنتر. تقول لي انه ترى Fe قاعد مثل الملك قاعد بالسنتر مع البورفرين رينج. تمام the iron is held in the center of the heme molecule by bonds to the four nitrogenous of the porphyrin ring، يعني ده يرتبط يقعد بالمركز عن طريق ارتباطه ينطي أربعة ارتباطات للبورفرين، وراح يرتبط بالجزء النيتروجيني مع البورفرين. هاي نقطة راس سطر. بعد ايش ده يقول؟ دهيم Fe موجب 2 راح يترك لنا بعد ارتباطين، can form two additional bond، يكون لي 6 coordination، يكون لي 6 ارتباطات، فأنطى أربعة للبورفرين رينج بقال ارتباطين إضافيات، 1 to histidine، واحد راح يرتبط بمن؟ بالجلوبين. بالضبط وين؟ بالهيستيدين، أمينو أسيد residue of the globin molecule by covalent bond، يقول لي ترى الرابطة بين الـ Fe وبين الجلوبين بالضبط اللي هو هيستيدين ترى رابطة covalent، رابطة تساهمية. تمام وهماتين الرابطة اللي تربط الـ Fe بالأكسجين هماتين هي أسرة تساهمية covalent bond. يقول لي whereas بينما the other sixth position is available، يعني آخر وحدة السادسة هي متوفرة to bind oxygen molecule O2 by coordinate covalent bond، عن طريق آسرة تساهمية مشتركة آخر يعني آخر ارتباط راح ينطي للأكسجين molecule. شوفوا قايل molecule، إيه بالضبط قايلها molecule، انتهينا من عندها. هسه جدي يقول بالنهاية، هسه لحد هنا خلصنا من تكوين الجلوبين، خلصنا من الأوبجكتيف الثاني structure of globin اللي كان مكتوب describe the basic structure of hemoglobin
تمام الحمد لله خلصنا من عنده. عرفنا انه الجلوبين هو عبارة عن بروتين، وعرفنا شلون يتكون البروتين، وعرفنا انه الهيم ده يتكون من جزئين من ايرون وبورفرين، والايرون يجيني تقريبا جاهز لانه هو مجرد تحويل من الفرك الى الفرس، والبورفرين لا، البورفرين انا راح اكونه بالميتوكوندريا مال ار بي سي، وعرفنا تشتغل على الانزيمات ومن هالسوالف حتى تساعد باجراء هاي العمليه. بعدين يجي يتحد البورفرين ويا الايرون سويا حتى يكونوا لي عن طريق انزيم مساعد اللي هو الفيروكتيليز انزيم، ويكونوا لي الهيم. بعدين يجي الهيم يرتبط بالجلوبين، وهم يتكون الهيم والجلوبين بنفس الوقت. وشون راح يرتبطون؟ عن طريق ارتباط الهستيدين مال الجلوبين بالحديد الاف اي موجب 2 مال هيم، ويكونوا لي بالنهايه هيموجلوبين. انتهينا من تكوين الهيموجلوبين والحمد لله. وعرفنا انه اخر معلومه انه الحديد ده يعطي 6 ارتباطات وده يقعد بالسنتر مال بورفرين. نجي هسه الى نحكي على يمن على التايبس اوف هيموجلوبين، انواع الهيموجلوبين. زين هسه عندنا في المعلومه بسيطه نروح نشرحها قبل ما نشوف هذا السلايدات. يقول لي انا عندي انواع من الهيموجلوبين. احنا بصراحه لو اجينا الى تكوين الهيموجلوبين راح نشوف انه انا مو قلنا انه هذا هيم وهذا جلوبين. الهيم يعتبر جزء ثابت، ستراكشر ثابت ما راح يتغير، يعني اللي هو الايرون ما راح يكون بانواع، الايرون هو نفسه قابل الايرون. الحديد يعني هو دائما يجيني بصيغه اف اي موجب 2 وخلاص، انا محتاجه بصيغه اف اي موجب 2 ما راح يتغير. وبالنسبه الى البورفرين هي عباره عن حلقه مستحيل هماتين تتغير، يعني تراكيبها ثابته، فالهيم يعتبر تركيب ثابت. الاختلاف وين راح يصير؟ يصير بانواع البروتين. الجلوبين اللي هو البروتين بانواع، تمام. اذا تنوع الجلوبين راح يؤدي هذا التنوع الى تنوع الهيموغلوبين. اذا صارت عندي تايبس اوف هيموغلوبين، صارت عندي انواع من الهيموغلوبين نتيجه الى عندي انواع من الجلوبين. الجلوبين ادى الى شنو؟ الى تنوع الهيموغلوبين. زين شكل اساسي انا عندي بالادولت مجموعه من الانواع مال الهيموغلوبين، وعندي بالامبريو يعني بالجنين خلال الامبريونيك بيريد هماتين عندي انواع اساسيه من الهيموغلوبين. زين خلينا نشوف اليوم ايش راح نتطرق الى كم نوع. طبعا عندي النوع الاساسي اللي موجود بالادولت اللي هو HbA. طبعا هذا ال HbA راح يشكل لي تقريبا ال HbA هذا راح يشكل لي تقريبا النسبه يعني العظمى من ال HbA الموجود بجسم الانسان الادولت، تمام. تقريبا يشكل 97-98% يعني نسبة كلش عالية. بينما النوع الثاني من الهيموغلوبين اللي موجود بالأدولت اللي هو HbA2، تمام. أما بالنسبة إلى النوع الثالث اللي هو من هو HbA1c، النوع الثالث اسمه HbA1c. بالنسبة إلى هذا النوع وهذا النوع هسه راح نتطرق عليهم ونحكي هماتين كل واحد وتفاصيله الدقيقة. بينما الـ HbA1c هذا الدكتور هو شرحه بنهاية المحاضرة، تمام. فهسه راح ناخذ دول النوعين وبعدين راح ناخذ الـ HbA1c. أما بالنسبة إلى الإمبريو، الإمبريو عنده نوع أساسي من الهيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين F، الفيتال هيموغلوبين، تمام. طبعا هو همات يعني عنده انواع ثانيه وثالثه، هذه الانواع الثانيه والثالثه مطلوبه من عندنا في هذه المرحله، اوكي. لكن اللي يشكل النسبه العظمى هو الهيموغلوبين اف، هو مطلوب من عندنا ضمن هذه المرحله، تمام. نجي هسه عندنا الى النقطه الثانيه. ايش ده يقول؟ يقول انه الجلوبين راح يكون على عده انواع، تمام. كل نوع راح نعرف هسه نحط نسوي في الجدول بسيط، نقول كل هيموغلوبين راح نعرف الجلوبين اللي دا يكونه وشلون صار التنوع مالته. زين الهيموغلوبين اي راح نبدي اول شيء بالهيموغلوبين اي. دا يقول لي انه الهيموغلوبين اي دا يتكون من 2 الفا و2 بيتا. زين هسه شنو 2 الفا شنو 2 بيتا؟ ليش صارت انه انا عندي 4 جلوبين؟ هل يا ترى انه انا عندي 4 جلوبين 4 بروتينات موجوده هنا؟ المفهوم مال هذه النقطه شنو؟ انه اني سامعين قبل اكثر من محاضره
وهي كمعلومة عامة إنه دائما يقول لي إنه الهيموغلوبين هو تترامرك، الهيموغلوبين هو كواترامرك، تمام؟ الهيموغلوبين هو رباعي. سين، شو معنى هاي الحكاية؟ هل إنه هو الهيموغلوبين كواترامري؟ للأمانة هو مو الهيموغلوبين نفسه، وإنما فقط الجلوبين. مثل ما إحنا نعرف إنه الجلوبين هو بروتين، والبروتينات هي ممكن تكون برايمري، ممكن إنه تكون سكندري، ممكن إنه تكون تيرشري، وممكن إنه تكون كواترنري. ففي حالة كانت البروتينات كواترنري، شو وقت إذا كانت متكونة من أكثر من سلسلة، من أكثر من بولي بيبتايد تشين، أسميها كواترنري. فالجلوبين معناه بما إنه إحنا طلقنا عليه كواترنري، معناه هو متكون من أكثر من بولي بيبتايد تشين. زين، كم بولي بيبتايد متكون عنده؟ 2، 3، 10، 5 جيت. متكون من 4 بولي بيبتايد تشين، تمام؟ تمام. هاي الأربع بولي بيبتايد تشين راح تمتاز بأنه هي تتباين، تختلف من نوع إلى نوع، يعني تختلف مثلاً بالـ HBA راح تكون عندي 4 مختلفات عن الـ HBA2، ونفس الحالة بالنسبة للF، ونفس الحالة بالنسبة لكل أنواع الهيموغلوبين، تمام؟ هسه قبل لا نعرف شنو هاي الأنواع اللي عندي مال الجلوبين، راح نركز على نقطة معينة. بما انه اني صار عندي 4 سلاسل من الجلوبين، 4 بولي بيبتايد تشين، يعني عندي بهالشكل بالضبط، خلينا نرسمها. صار عندي 4 بولي بيبتايد تشين من الجلوبين، بالتالي اني لازم بالمقابل يصير عندي 4 هيم. ليش؟ لانه حتى كل هيم يقعد على جلوبين او يجي يرتبط بجلوبين، تمام؟ كل هيم يجي يرتبط بجلوبين. زين، فبما معنى انه راح يصير عندي 4 هيم، اوكي، وراح يصير عندي 4 جلوبين. 4 هيم يعني شنو معنى؟ معنى عندي 4 هيم هو عبارة عن ايرون وعبارة عن بورفرين، يعني راح يصير عندي 4 ايرون على 4 بورفرين، تمام؟ هاي انتهينا من هاي النقطة. هسا اهم شي نعرف انه انا عندي 4 جلوبين، ترى كل هيموغلوبين وحدة متكونة من 4 بولي بيبتايد تشين اوف جلوبين، يعني 4 جلوبين، اوكي، 4 كريات من الجلوبين بهالشكل، وبنفس الوقت راح يكون كل كرية ترتبط بها هيم، فعندي 4 هيم ب4 جلوبين، اوكي. هسه خلينا نجي نعرف شنو انواع هاي الكريات، خلينا نشوف نعرف شنو انواع هاي الكريات. اول شيء بال HBA عندي 2 من هاي الكريات نوع الفا، و2 من عندها نوع بيتا، 2 الفا 2 هاي تشين نوع الفا، و2 عندها نوع بيتا. زين، بالنسبه لل HBA2 راح ألاحظ إنه 2 من عندها نوع ألفا، و2 من عندها نوع دلتا، تمام؟ وبالنسبة عندنا لل HBA فيتال راح يكون 2 من عندها نوع ألفا، و2 من عندها نوع جاما. زين، يعني إذا لاحظنا أكو فد نقطة معينة إنه الألفا موجودة بكلهم، تمام؟ بس يصير الاختلاف نوع عن نوع آخر نتيجة إلى وجود بيتا، وجود دلتا، وجود جاما. أوكي، الألفا هي عبارة عن بولي بيبتايد تشين تتكون من 141 أمينو أسيد، أوكي؟ يعني هي البولي بيبتايد هي عبارة عن تجمع مال أمينو أسيد. زين، الألفا إيش قد بيها؟ بيها 141 أمينو أسيد، بينما البيتا، البيتا إيش قد بيها؟ بيها 146 أمينو أسيد. زين، اما بالنسبه عندنا الى الجاما، الجاما والدلتا دول اثنيناتهم راح يمتازون بانه لهم نفس عدد بيتا، لهم هم 146 امينو اسيد. لعد ليش اعتبرتهم غير نوع؟ كلهم اقول عليهم بيتا، راح يصير اكو اختلاف، يعني صحيح هم كلهم 146 امينو اسيد، بس راح يصير اختلاف بالسيكونس، بالتسلسل مال جاما والدلتا عن البيتا. فالمهم احنا ناخذ الارقام المطلوبه من عندنا بهذه محاضرة هو ألفا وبيتا. ألفا مطلوب من عندنا 141 أمينو أسيد، البولي بيبتايد ما تتكون من 141، والبيتا تتكون عندي من 146 أمينو أسيد. خلينا هسه نقرأ شوية وبعدين راح نرجع هنا. تقول إنه الجلوبين جروب and HBA ستراكتشر، تقول various type of normal globin chain، راح يكون عندي أنواع مختلفة من الجلوبين تشين، من سلاسل الجلوبين كومباينز وذ هيم، راح تيجي ترتبط ويا الهيم اللي هو ثابت بكل حالاته، ما بأنواع، بس الجلوبين بأنواع مختلفة بالنهاية انتج لي different type of hemoglobin، تمام؟ من ضمنها HBA hemoglobin، HBA2 hemoglobin، و HBA fetal etc.
ايضا بعد جدي يقول لي types of globin are different in amino acid composition and sequence. ده يقول لي انه الجلوبين هذا يعني الالفا يعني راح تختلف عن البيتا، راح تختلف عن الجاما، راح تختلف عن الدلتا. بشنو هذه هاي انواع الجلوبين صح لو لا؟ زين، انواع الجلوبين شنو تختلف واحدة عن الثانية؟ شنو تختلف الالفا عن البيتا، والبيتا شنو تختلف عن الجاما؟ من ناحية العدد مال الامينو اسيد النقطة الاولى، والناحية الثانية اللي هي من ناحية السيكونس من ناحية الترتيب. مثل ما قلنا انه البيتا والجاما والدلتا ثلاثتهم ما نفس العدد، 346 امينو اسيد، لكن يختلفون بالسيكونس بالترتيب. تمام. فانكشنال طبعا هو الجاما والدلتا ما متطرقة لها بمالتنا المحاضرة هذه، لكن هي كمعلومة عامة يعني. فانكشنال نورمال جلوبين تشين لايك الفا اللي قلنا تتكون من 141 امينو اسيد، والبيتا اللي تتكون من 146 امينو اسيد، جاما والدلتا. زين، ار بولي بيبتايد تشين هي عباره عن امينو اسيد يجمع يم امينو اسيد سويه نتيجه الى انه عددها كبير، سميتها بولي بيبتايد تشين. تقول لي انه الاتش بي از تترامرك مولكيول، مثل ما احنا حكينا قبل شوي كواترنري ستراكشر، وقلنا ليه قلنا كواترنري؟ لان الجلوبين مالته متكون من اكثر من بولي بيبتايد تشين وحده، يعني صار بما انه اكثر من وحده بنسميه كواترنري. زين، ايش كم سلسله متكون؟ متكون من اربع سلاسل بالضبط. هذه الاربعه راح ترتبط ويا من؟ ويا كومبوست، هو هنا يقول اوف فور بولي بيبتايد تشين هيلد توجذر باي نون كوفالنت ويك انتراكشن. تمام، وبعدين راح تجي ترتبط بالاربعه هيم. هسه هنا ايش يقول؟ يقول هو مو اني عندي اربعه بولي بيبتايد تشين. زين، هاي الأربعة بولي بيبتايد تشين راح ترتبط واحدة بالثانية عن طريق آصرة ضعيفة. تمام، الارتباط مالتها بيصير عن طريق آصرة ضعيفة. شنو اسم هذه الآصرة؟ اسمها الهيدروجين بوند. عن طريق الآصرة الهيدروجينية راح يتم الارتباط، يعني مو كوفالنت وإنما يصير الارتباط عن طريق هيدروجين بوند. تمام، يقول the H type، ده يعطيني هسه أنواع ال H B type، أنواع الهيموغلوبين. Of which the major hemoglobin in adult، أكثر هيموغلوبين موجود بالأدولت النسبة العالية هو هيموغلوبين A، can be envisioned as being composed of two identical dimers. هيموغلوبين A ترى يقول لي يتكون من two identical dimers، alpha and beta 1 and alpha and beta 2. هاي شو معناها؟ إحنا مو قلنا إنه الهيموغلوبين A ده يتكون عندي من 2 الفا وده يتكون عندي من 2 بيتا. زين، لو نيجي للرسم دول ال 2 الفا و 2 بيتا شلون صايرين؟ هنا عندي هذه الفا، وهنا عندي هاي الفا الاولى وهاي الفا الثانيه. طبعا انا من انطيت عدد يعني مو مختلفه وتر، يعني نفسها هي الفا، هاي 141 امينو اسيد وهاي 141 امينو اسيد، بس لانه 2 فهاي الاولى وتعتبر وهاي الثانيه، وهاي بيتا الاولى وهاي بيتا الثانيه. اوكي، فهسه ايش صار عندي؟ صار عندي هاي نقدر نعتبرها الفا بيتا، وهاي نقدر نعتبرها سوية الفا بيتا، هاي الفا بيتا الاولى وهاي الفا بيتا الثانية. هذه السوية ايش اصيح لها؟ اصيح لها دايمر، واحنا عرفنا بالمحاضرة السابقة معنى دايمر هو تو سب يونت، يعني وحدتين. فهنا دايمر وهنا دايمر لانه متكون من وحدتين. فهو ايش يقول؟ دا يقول ترى ال HBA، سوري وين راحت؟ دقيقة، ال HBA ده يتكون من two identical dimer، يعني الدايمر هذا بالضبط هو نفس هذا الدايمر، يعني اثنين دايمرات متشابهة بالضبط متماثلة. زين، and alpha b2. أما الفيتال هيموغلوبين ده يقول لي اللي هو رمزه HBF ده يتكون من اثنين alpha ومن اثنين gamma، يعني هسه لو نجي هما نرسم الفيتال هيموغلوبين راح أشوف إنه هو متكون هماتين من بهالشكل أربعة دوائر. هذه تعتبر الفا 1 وهذا الفا 2 وهنا جاما 1 وهنا جاما 2 وهماتين، هذا دايمر وهذا دايمر تو ايدنتيكال دايمر. تمام، زين، انت هنا من عنده هذا هنا منطيني بشكل المجسم الى شكل الهيموغلوبين. هذه وهذه هذول اللي دا اشر عليهم هم عباره عن جلوبين، دول اثنين مثلا الفا ودول اثنين بيتا، وهذا الاحمر هو اللي يمثل هيم. ده نلاحظ انه كم هيم عندي؟ عندي أربعة هيم. ليش عندي أربعة هيم؟ لان عندي أربعة بولي بيبتايد تشين اوف جلوبين، عندي أربعة سلاسل مال جلوبين، فبالتالي ادى ذلك الى أربعة من الهيم. تمام، ادولت هيموغلوبين
بالنسبة إلى الهيموغلوبين اللي موجود بالأدولت، من هو الهيموغلوبين الموجود بالأدولت وشنو الستراكتشر مالته والنسبة مالتها ماتي راح نتعرف عليها. الستراكتشر مال الهيموغلوبين أي حشينا هو ألفا 2 بيتا 2. نسبته بالإنسان الأدولت الهيموغلوبين قلنا كلش عالية، تقريبا توصل من 96 إلى 98%. هيموغلوبين أي 2 تقريبا هو منين متكون كستراكتشر؟ متكون من ألفا 2 ين الفا ودلتا 2، وهما اثنين دلتا. ايش قد النسبه مالته؟ النسبه مالته بجسم الانسان الادولت 1.5 الى 3.2%. تمام. الاتش بي فيتال، هذا الاتش بي فيتال موجود بجسم الانسان الادولت؟ بلي موجود، بس بنسبه جدا قليله. تمام، يعني ايش بقايا قليله. شوف ايش قد يقول 0.5، يعني نقدر انه احنا نهملها 0.5 الى 0.8%. وهو منين حيتكون؟ من الفا 2 وغاما 2، يعني 2 الفا و2 غاما. تمام، هنا منطيني فكر فالمون حنيد يبين لي تراكيز الالفا الاتش بي اي والاتش بي اف، ودي يبين لي هما كان تركيز الغاما والالفا والبيتا اللي من راح يجوني تحت السوية كونولي انواع الهيموغلوبين. اول شيء دي يقول لي انه الجلوبين سينثيسيس ستارتس ات ثيرد ويك اوف جستيشن، ترى عيني انه تبدي عملية تكوين الجلوبين بالأسبوع الثالث من الحمل. تمام، نشوف إنه الألفا دي يكون عالي بكل المراحل، من أول ما راح يتكون الإمبريو لحد ما راح يصير الإنسان أدولت هو دائما الألفا عالي. ليش؟ لأنه الألفا موجود بكل الأنواع، موجود بالأي والأي، سواء كان بالأي اللي هو مال أدولت وسواء كان بالفيتال اللي هو مال إمبريو، هناتهم موجود بهم ألفا، أي نوع من أنواع الهيموغلوبين بألفا، لذلك الألفا دائما عالي. زين، اللي بقى شنو؟ بقى عندي الجاما، راح ألاحظه بالمرحلة قبل الولادة راح يمتاز بأنه هو كلش عالي، بعد البيرث بعد الولادة راح يبدي شوية شوية يتلاشى لحد ما راح تكون نسبته جدا قليلة. بالمقابل بعد الولادة قل الجاما، أوكي، حتى شنو؟ يقلل من إنتاج الهيموغلوبين فيتال وزاد إنتاج البيتا. نشوف إنه شلون ارتفع البيتا. ليش ارتفع البيتا؟ حتى يجي يتحد ويا الألفا سوية ويكونون هيموغلوبين A اللي هو يتكون من 2 ألفا و2 بيتا. اللي هنا هذا تمام. نجي الحد هنا ننهي البارت الأول مع المحاضرة. أتمنى تكونوا استفادتوا وشكرا جزيلا لكم.